اهلا بيك نيكولا. اهلا اهلا بيك حبيبي. سنك كم سنه؟ 13 سنه. 13 سنه. انت في سنه كام؟ سابع. يوم ما اتضربت المدرسه، المدرسه اسمها مدرسه المنار وموجوده في باب توما في منطقه هنا قريبه مننا خالص، ودي منطقه مسيحيه والمدرسه هناك. ايه اللي حصل وحصلت الساعه كام؟ احكي لي بالتفاصيل. هلا نحنا تقريبا الساعة 8 إلا ربع كنا رايحين على المدرسة، وفتنا لجوات المدرسة. كانت أمي رافضة إنه أنا روح داوم باليوم، فجمعت لها رفقاتي أنا وقلت لها إنه هي شوفي في عدد بالمدرسة منيح وإنه رح ياخذوا دروس فلازم أنا أكون. جمعت لها ياهم وأرجيتها ياهم، ونحن عم نلف انه راجعين لمحلنا مشان نلعب، وهيك نزلت القذيفة. نزلت القذيفة. سمعتوا صوت انفجار؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي عرفت ازاي ان في قذيفة؟ غبار؟ دمار؟ ايه؟ هلا انا ما يعني ما شفت ما سمعت اي صوت ولا هيك، بس شفت حالي انه فتلت بالهواء لانه هي كانت كثير قريبة مني. فتلت بالهواء؟ يعني لا، انه يعني قذفت مسافة كتير بعيدة. يعني فما يعني لا سمعت ولا صوت ولا سمعت اي شيء، بس انه حسيت اني هيك انه طرت من مكان لمكان بسبب قوة القذيفة. طيرتك من مكان لمكان. بعد ما بابا جه وماما دخلت عشان يعالجوها، وانت كنت في ايد الدكاترة بيعالجوك، قالوا لك فيك ايه ولا انت عرفت ايه اللي حصل لك ازاي؟ هلا انا بس لكنا متجهين لمستشفى الشامي، بلشت احس بانه وين انا مصاب. صرت احس انه بإذني عم يطلع دم، بظهري عم يحرقني من الشظايا، فبلشت اعرف انا من وين مصاب. وبس لرحنا على مستشفى الشامي يعني ما حسيت بشيء ابدا انه وين انا مصاب، حتى ما كنت يعني واعي انه اسالهم شو اللي صاير معي. كنت بس عم ببكي. بس بتبكي بس من الوجع ولا من الخوف؟ من الخوف. بتبكي ما كان في احساس ابدا بالوجع. ما كانش في احساس بالوجع. طب والاصابات طلعت ايه الاصابات اللي كانت عندك؟ باجري اليسار كان هي اكثر شغله، اكثر شيء متضرر بجسمي. ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل فيها انه بالساق بساق قدمي كان في يعني انه اجت شخصيه شالت عظم ولحم وجلد وهيك، يعني انه كل شيء كنا نحكوا لي اياه بعدين، لانه انا ما كنت عم بستوعب ابدا انه يعني واحد صاير معه شيء ما انا عارفه شو هو. فاصريت انه اعرف شو اللي صاير معي. سالت بابا وماما ولا سالت الدكاتره؟ سالت كل حدا كان عم يجي كنت عم بسال، لانه ما يعني بس بدي جواب. وامتى جالك الجواب؟ من الدكتور دغري قال لي انه هيك هيك صاير معك، ولا تخاف انه ان شاء الله بترجع بتمشي من اول وجديد. هل كنت خايف مش ما تقدرش تمشي تاني؟ كتير. ده اللي كان خوف اللي عندك. حبيبي ابتديت تحس امتى ان رفقائك حصل لهم حاجة؟ لا بعد يعني ما بعرف امتى، بعد كتير، بعد شهرين لحتى قدرت اتواصل مع حدا من رفقاتي، لانه ما كنت عارفان مين اللي متصاب. ما كنت عارفان مين اللي متصاب؟ واكتشفت ايه؟ اكتشفت مين اللي اصحابك؟ يعني احكي لي اللي حصل لاصحابك. تقريبا كلهم كانت اصاباتهم يعني انه شظايا، بس كان في رفيقي هو اللي تصاب نفس اصابتي بس بالعكس بالرجل اليمين. وكان معك قريب في نفس المستشفى ولا لا؟ كان هو بلزقي وقت نزلت القذيفة. كان بلزقك وقت ما نزلت القذيفة. وهو عامل ايه دلوقتي؟ هلا هو ما يعني احسن من الاول، بس لسه ما كتير عم يقدر يمشي منيح. طب الدكتور عمل لك عمليات؟ احكي لي بقى ايه اللي حصل لك. عمليات؟ كم عملية عملتها لغاية دلوقتي؟ 12 عملية. عملت 12 عملية في ظرف قد ايه؟ سنتين؟ 12 عملية في ظرف سنتين. حبيبي يا ابني
لكن قادر تمشي دلوقتي، انا شايفاك وانت طالع من الاوضه كنت فرحانه بيك وانت خارج، يعني معتمد على نفسك وماشي بقوه. الحمد لله. الحمد لله. والدكاتره بيقولوا لك ايه؟ الدكاتره بيشجعوا لي نفسيتي انه لا تخاف انت رح ترجع تمشي، بس هي فتره وبتمضي وهتعدي باسم يسوع ان شاء الله. ايه اللي انت عايز تقوله للعالم نتيجه اللي حصل لك؟ ايه الكلمه اللي انت عايز تقولها للعالم؟ ايه اللي ينتبهوا له؟ ايه اللي يعرفوه عن السوريين واللي حاصل في سوريا؟ هلا بس اهم شغله انه في كتير طبعا اولاد مثلي هن انصابوا وصار معهم كمان حالات يعني اسوأ مني. انا قلت لهي الجمله ورح ارجع اقولها انه اكيد كل طفل بالعالم عنده حلم لازم يحققه لو شو ما صار. ايه الحلم بتاعك نيكولا؟ هلا لسه انا كل سنه بيتغير الحلم تبعي، فانه يعني كل ما اقوم على سنه بحب حلم اكثر. لكن المهم ان انت تفضل تحلم طول عمرك. صح. المهم ان انت تفضل تحلم. مزبوط. معناه ان في حياه طبعا والحلم هيتحقق. صح. تهاجر وتعيش برا ولا تفضل في سوريا؟ لا احنا سوريين وحنفضل في سوريا اكيد دايما لو شو ما صار، مهما صار حتى بعد اللي حصل لك. اي طبعا. عشان ايه؟ لانه بلدي وتربيت فيها و يعني امي الثانية. بتحبها؟ قوي قوي. بتحبها قوي قوي بالمصري.